الرجعة أمر ممكن أو ممتنع بشكل عام ما هي القاعدة التي نبني عليها إمكان ظاهرة معينة أو امتناع ظاهرة معينة ما هو الملاك ما هي الضابطة؟ ما هو المقياس؟ الآن إذا قيل لكم بأن البشر في المستقبل سوف يقتحم أعماق هذه الكرة الملتهبة النارية التي نطلق عليها الشمس، يقتحم ثم يخرج دون ان يصيبه اذى هذا ممكن لو ممتنع اعرضوا هذه القضيه على العلماء هذه ظاهره ممكنه او ممتنعه ما هو المقياس الذي نقول ان الظاهره الفلانيه ممتنعه او انها ممكن العلماء يجيبون على هذا السؤال بكلمه واحده المقياس هذه الظاهره هل تنتهي الى اجتماع النقيضين او ارتفاع النقيضين فهي ممتنه إذا لا تنتهي إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، مهما كانت الظاهرة غريبة، لا يمكن أن نقول إنها ممتنعة. ينقل أنه أول ما اكتشفت اخترعت هذه الطائرات، طُرح في محفل في مجمع أنه العلماء اكتشفوا طائرة تطير في الهواء فسخر بعض الحاضرين قالوا إحنا ناخذ إبرة نخليها بالهواء أي ما أطنان من الحديد كيف تمشي في الهواء إبرة لا تقف في الهواء أطنان الحديد تقف في الهواء طيران طائرة في الفضاء اجتماع النقيضين؟ لا ارتفاع النقيضين؟ لا إذا ماكو إشكال في ذلك لا يشكل مشكلة لا يمكن لعالم أن يصف ظاهرة غريبة بالامتناع هذا مو عالم إذا عالم قال هذه الظاهره ممتنعه إذن مو عالم او يكابر عقله ووجدانه مجموعه من الاموات يعودون الى الحياه، هذا محال هذا اجتماع النقيضين هذا ارتفاع النقيضين لا الذي يقول ان هذه الظاهره محاله يجب ان ينكر المعاد ايضا، لانه في الواقع الرجعه معاد مصغر كما شرحنا ولذلك يطلق على الرجعه القيامه الصغرى نفس القيامه اذا قلت القيامه الكبرى ممكنه فالقيامه الصغرى ايضا ممكنه. وإذا قلت القيامة الصغرى ممتنعة فالقيامة الكبرى أيضا ممتنعة. إذا هذه الظاهرة ظاهرة الرجعة ممكنة بالإمكان. العلمي والإمكان العقلي، وإن بدت لنا (يعني لبعض الأفراد) غريبة بعض الشيء